بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، تتواصل منافسات هذا المساء حيث انطلق قبل قليل شوطنا الثالث عشر. هذا الشوط خاص بفئة اللقاية البكار، ومقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول قناعة من هجن الشحانية بقيادة المبدع حمد بن علي بن حلفان. ننتقل إلى المركز الثاني وانتصار على المركز الثاني من هجن الشحانية، يضم الانتصار حمد بن علي بن حلفان. دور المركز الثالث، مسيرة تتقدم من هجن الشحانية أيضا برفقة المضمر سالم بن فاران المري مضمر الذهبي. المركز الرابع، هنا ملوك لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني مضمر محمد بن برقان بن مقارح، ودخول على المركز الخامس من وصفة، وصفة لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني مضمر حمد بن محمد الدهن. هذه النتيجة أيها الأعزاء للمراكز المتقدمة الأولى في شوطنا الثالث عشر. والعودة إلى مقدمة الشوط وإلى التغيير، مسيرة غيرت وانتقلت إلى المركز الأول، خطفت صدارة الشوط وخطفت المركز الأول من هجن الشحانية برفقة الذهبي سالم بن فاران المري. هذه مسيرة تسير في المركز الأول بخطى حديثة وبانطلاق ممتاز. المركز الثاني تصل فيه انتصار من هجن الشحانية بقيادة المبدع حمد بن علي بن حلفان، بينما المركز الثالث ومن تتقدم في هذه اللحظات على المركز الثالث تصل غي، تعود ملكية غي من هجن الشحانية المضمر جابر بن سالم بن فاران اللي انتقلت من المركز الرابع إلى الثاني مباشرة. المركز الثالث، دخول وتسلل أول نداء لهجر، تتقدم هجر من هجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران. المركز الرابع، هنا انتصار من هجن الشحانية مضمر حمد بن حلفان. وعلى المركز الخامس، هنا دخول أيضا من هجن الشحانية بقيادة حمد بن حلفان مع الظبي اللي دخلت إلى المركز الخامس وانتقلت إلى المركز الرابع مباشرة. هذه النتيجة أيها الأعزاء والحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى، والعودة إلى مسيرة، العودة إلى مسيرة من تنطلق في المركز الأول بانطلاق ممتاز وموفق حتى اللحظة. المركز الثاني، التسلل من غي تتقدم غي على المركز الثاني وتخطف المركز الأول في هذه اللحظات مع المضمر سلطان بن محمد بن غي مع جابر بن سالم بن فاران، من انتقلت إلى المركز الأول. المركز الثاني، مسيرة من أجل الشحانة يتابعها سالم بن فاران المضمر الذهبي، يتابع اسمين من خلال المركز الثاني والثالث. المركز الثالث، هجر من هجن الشحانية مع سالم بن فاران. المركز الرابع، تصل وتتقدم يزن من هجن الشحانية، يضمر يزن سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الخامس، وصلت الورقة من هجن الشحانية، يضمر الورقة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة أيها الأعزاء، وبدأنا أو بدأ الموسم ينتصف. أعزائي المضمرين، متابعينا الكرام، في التاسع من هذا الشهر، إلا التاسع عشر، في يوم 19 من هذا الشهر الجاري ستكون أول انطلاقات سباق المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني طيب الله ثراه، مؤسس الدولة، وهذا السباق الكبير المرتقب حيث رصدت رموز عديدة وجوائز عينية كبيرة للمشاركين، وأشواط وأيام، عشرة أيام ستدور من خلالها فعاليات سباق المؤسس. اللجنة المنظمة للسباقات الهجن برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني أكملت جدول السباق والكتيب الخاص بالسباق، وأعد إعداد جيد وتم توزيعه على المشاركين، ولذلك الكل يستعد لهذا السباق ولهذا الحدث الكبير. نتمنى التوفيق للجميع ونتمنى التوفيق لهجن الشحانية. عموما، هجر تتقدم في المركز الأول مع الـ 1500 متر الأخيرة،
تتقدم هجر، تتسلل هجر من هجر الشحانية برفقة الذهبي. يلا يا الذهبي، يلا يا الذهبي. سالم بن فران يتابع هجر يضمرها يسيرها في هذا الشوط. المركز الثاني هنا غي، هنا غي على المركز الثاني من هجر الشحانية. مضمر جابر بن سالم بن فران، ركز يا جابر، التركيز مطلوب. المركز الثالث 1200 متر يا مضمرين، وصلت على المركز الثالث في هذه اللحظات. مسيرة تعود مرة أخرى من هجن الشحانية. مضمر ذهبي سالم بن فران المركز الرابع، تصل وتتقدم فيه غلجة من هجن الشحانية. مضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي غلقة، تصل على المركز الرابع مع العملاق. المركز الخامس، المركز الخامس تتقدم في هذه اللحظات من الجانب الآخر. تصل الغارية من أجل شحانية جابر بن سالم بن فران في تضميرها 700 متر يا مضمرين عن خط النهاية. وانطلقت غي، انطلقت غي. شوفوا شوفوا هذا المنظر على شاشة التلفزيون. أشكرك مخرجنا، منظر جميل ومنافسة حميمة ما بين شعار هجن الشحانية في هذا المساء. عموما انطلقت غي، انطلقت غي من هجن الشحانية. يا سلام يا غي، يا سلام يا غي، يا سلام يا جابر بن سالم بن فاران على تضمير غي، على هذه المواصيل التي وصلت إليها غي في هذا المساء في هذا الشوط. هذه غي على المركز الأول، ولكن وصلت من الجانب الآخر، وصلت وانطلقت هجر، هجر الشبل والذهبي. ولكن الذهبي، الذهبي مع هجر، تتقدم هجر وعلى المركز الثالث غلقة. وصلت غلقة مع العملاق، ولكن انطلقت غي، انطلقت غي وانطلقت هجر في المركزين الأول والثاني. غي 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 تخطف ناموس الشوط، تخطف المركز الأول مع الشبل، ولكن هجر، ولكن هجر تخطف ناموس الشوط. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثاني غي حصلت واحتلت المركز الثاني من هجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث، المركز الثالث غلقة من هجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت الغارية من هجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت فيه مسيرة من هجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء. إذا ننتظر التوقيت الزمني للمراكز المتقدمة الأولى. إذا مشاهدينا الأعزاء، هذه لحظة وصول هجر إلى خط النهاية، قاطعة المسافة شوط في 8 دقائق 5 ثواني، 11 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني موصولة للمضمر الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثاني تصل فيه غي من هجن الشحانية 8 دقائق 5 ثواني، 23 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني موصولة لجابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث وصلت فيه غلقة، توقيتها 8 دقائق 6 ثواني، 31 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني موصولة للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي.